مصر في الفترة الأخيرة بقت محفل كبير جدا لاستضافة البطولات الدولية والعالمية في الألعاب الرياضية المختلفة، سواء كانت جماعية أو فردية، ومش بس في الرياضة، لا كمان محافل تانية كتير جدا، وده شيء لازم نتكلم عنه ونعبر عن فخرنا واهتمامنا باللي بيحصل على أرض مصر في الفترة الأخيرة. وزي ما بنقول لا، هنا في حاجة مش كويسة، هنا في حاجة مش مظبوطة، لما يحصل حاجة كويسة لازم نطلع ونتكلم عنها ونقول ان في حاجة كويسة. الحقيقة انه من ناحية استضافة البطولات المختلفة فده بيعبر عن ثقة الاتحادات الدولية في مصر، قدرتها على تنظيم اي حدث رياضي، والكلام بينطبق برضو على المحافل اللي مصر بتستضيفها التانية المختلفة، زي مثلا مؤتمر المناخ اللي حضروا رؤساء العالم، او ماراثون الاهرامات، او عرض ازياء المصمم العالمي ستيفانو ريتشي اللي اتعمل لاول مرة في معبد حتشبسوت واللي كان حديث العالم كله في شهر اكتوبر اللي فات، وغيرها كتير من الاحداث المهمه، واللي اخرها هيكون ماراثون زايد الخيري. ماراثون زايد الخيري شهد اقبال غير مسبوق، وبيؤكد على روح المحبه والاخوه بين مصر واخواتنا العرب. علشان كده موضوع مناورتنا النهارده هيكون عن استعدادات مصر لاستضافه المحافل العالميه ونظرة العالم لينا في الفترة الأخيرة. أميرة، يعني زي ما احنا كده شايفين أحداث كتير جدا مصر بتستضيفها. بالظبط يا هند، فعلا واخدين بالنا كويس قوي أن نظرة العالم لينا السنين الأخيرة اتغيرت كتير جدا، خصوصا أن اسم مصر بقى بيتذكر كتير وكشيء أساسي في أي تنظيمة أو أي مشاركات وأحداث عالمية، لأننا دايما بنكون قد المسؤولية وبنقدم تنظيم مبهر على كل الأصعدة. يعني لو بصينا يا هند على الفترة ما بين سنة 2014 ل 2022 في رياضة بس، هتلاقينا منظمين حوالي 280 بطولة، واللي آخرهم هيكون ماراثون زايد الخيري اللي هيكون يوم الجمعة اللي جاية، واللي دايما بيشهد مشاركة قياسية من كل أطياف المجتمع المصري، غير حرص السياح الأجانب والعرب على المشاركة فيه، خصوصا وإنه بقى عبارة عن ماركة مسجلة سجل الإنسانية والأعمال الخيرية. وإحنا مش واقفين عند كده، لا، مصر عندها خطة في الفترة اللي جاية لاستضافة وتنظيم مجموعة من البطولات والفعاليات المهمة جدا، زي مثلا استضافة ثلاث بطولات عالمية في السباحة، وده اللي أعلن عنه الاتحاد الدولي للسباحة، بداية من السنة اللي جاية 2023 لحد 2026، منها بطولة كأس العالم للغطس العالمي، وبعدها بطولة الجائزة الكبرى للغطس، وبطولة العالم للسباحة الفنية، واللي طبعا هتكون في موقع تاريخي ومهم جدا في عجائب الدنيا السبعة في الأهرامات. صح، وعايزه اقول لك كمان، بما انك قلتي البطولات دي، مصر كمان يا جماعه تستضيف بطوله العالم للسامبو في القاهره من يوم 10 ل 12 نوفمبر السنه الجايه برضو، وهيشارك فيها حوالي 100 دوله واكثر من 1500 لاعب ولاعبه على مستوى العالم. كمان برضو في بطوله العالم للبوتشا، واللي هينظمها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي السنه الجايه برضو في شهر يوليو، وكمان في بطوله افريقيا للكره الطايره رجال وسيدات في شهر ابريل، وبطوله امم افريقيا للشباب في فبراير، وعندنا في النادي الاهلي هنستضيف بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس لكره اليد رقم 39 رجال وسيدات، وبطوله كاس السوبر الافريقي لكره اليد رقم 30 رجال وسيدات في شهر مايو المقبل ان شاء الله. والبطولات دي كلها بتقول لنا، والارقام دي كلها بتقول لنا انه في خطه واضحه لاستضافه البطولات المختلفه يا اميره، يعني بياكد على رياده مصر وقدرتها على تنظيم ومشاركه في اكبر الفعاليات والاحداث واهم البطولات، واكيد هنكون قدها، والا ما كانش هيتم اختيارنا كدوله مستضيفه من ضمن الدول القويه اللي كانت في منافسة اختيار مين اللي هيستضيف البطولات دي. بالظبط، معاكي حق يا هند، ومصر الأمنة المطمئنة قادرة في أي وقت على التنظيم والإبهار من تاني وتوجيه رسائل الأمن والسلام والمحبة لكل عواصم العالم. الخطة اللي ماشيين بيها واللي شايفينها بتتحقق كل يوم قدام عينينا بتأكد على أننا ماشيين على الطريق الصحيح، بنسعى وبنجتهد وبنحاول، عشان كده أي حاجة بندخل فيها بجد العالم كله بينبهر بيها، ودينا بنشوف الصحف الأجنبية والعالمية بتكتب عننا إيه. يعني أنت يا هند ذكرتي عرض أزياء المصمم العالمي ستيفانو ريتشي، واللي حضروا كل نجوم العالم، وكان عندنا ماراثون الأهرامات واللي شارك فيه تقريبا 4000 متسابق من أكتر من جنسية عربية وعالمية، واللي اتكلمنا عنه برضو في حلقة قبل كده، وكان في حدث حصل لأول مرة برضو كان في منطقة أهرامات الجيزة، وهو عرض الأزياء لرجال دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، وحضروا برضو نجوم عالميين وعرب غير المصريين طبعا.
وممكن نقول ان حدثين بحجم برضو موكب المومياويات وافتتاح طريق الكباش لفتوا انظار العالم كله. صح. يعني اكتر للاماكن التاريخيه في مصر، وانها مش مجرد وجهه للزياره بس، لا احنا كمان نقدر نستضيف فيها احداث مختلفه من كل دول العالم. فاحنا هنا بنتكلم عن فعاليات مهمه حصلت على ارض مصر، منها اللي بيحصل لاول مره، وفي منها اللي ما فيش غير مصر بس هي اللي تقدر تنظمه. فاحنا بناخد خطوات كويسه جدا وفخورين باللي مصر بتعمله، واحنا قدها. صحيح ساعات بيحصل شويه مشاكل، بس بنحاول وبنقدر، وكفايه ان احنا كل الصحف بتتكلم علينا، ومصر فعلا قدها وقادره انها تجمع كل الجنسيات عندها في معظم المناسبات والتنظيمات يعني العربيه. صح، يمكن الأميرة بتقوله ده بيثبت لنا حاجة مهمة جدا جدا جدا، انه انت عملت ده في عدد سنين قليل قوي. لو تفتكروا برضو احنا بهرنا العالم قد ايه في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية سنة 2019، وده كان على الرغم من أن الوقت كان ضيق جدا. يا جماعة لو تفتكروا الكاميرون كانت المفروض هي اللي هتستضيف البطولة، لكن الملف اتسحب منها ومصر ما كدبتش خبر، استلمنا الملف اشتغلنا عليه. صحيح. محدش كان مصدق أن احنا قدرنا نعمل ده، خصوصا أن كان بيشارك فيها 24 منتخب. كانت أول مرة تحصل في البطولة، فإحنا كل اللي بيحصل ده بيقول حاجة واحدة، إن إحنا قادرين نعمل. صحيح. أي حاجة. صحيح. إحنا بنعرف نتحدى نفسنا كويس قوي، طول ما في حافز قدامنا محدش بيقدر، محدش بيبخل كمان بمجهوده وأفكاره لتطوير أي حاجة في البلد، سواء كانت المنظومة الرياضية أو مؤسسات الدولة. يعني بصراحة عجبني قوي تصريح دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما قال إحنا بنسعى وبنتحرك. صحيح. في ملف استضافة مصر كأس العالم 2030، ولو ما تمش فهتكون خطتنا ل 2034. الحاجات دي هي اللي لازم نرفع لها القبعة. صحيح. طول ما قدامنا خطة واضحة ماشيين عليها، طول ما احنا عندنا طموح، استضفنا بطولة لا احنا عايزين اللي أكبر منها، استضفنا أفريقيا لا عايزين كاس العالم. فده بالزبط. مهم جدا جدا. بالظبط يا هند، احنا فخورين باللي بيقدمه وزير الشباب والرياضة الأستاذ أشرف صبحي، بيبذل مجهود محترم، ومش عايزين نضيع حق طبعا وزارة السياحة والآثار اللي بيقدموا مجهود أكتر من رائع برضو بالتعاون مع وزارة الرياضة عشان يقدموا لنا ويقدموا للعالم إبهار في كل الأحداث والفعاليات اللي بنشارك فيها وبتتنفذ على أرض مصر. وده طبعا بيرجع لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيهتم بكل ملفات تطوير المنظومات في مصر، واللي منها الملف الرياضي. وزي ما شايفين استضافة مصر لأكتر من حدث رياضي الفترة الأخيرة، كمان في مدينة رياضية أولمبية اللي بتتعمل لدعم المجال الرياضي في مصر واستقبال البطولات الدولية والفعاليات المهمة. طول ما احنا بنشتغل وعندنا خطة شغالين عليها وهدف هنوصل له بإذن الله.